طيب هلا بنشغل مرة تانية. ليش ما عم تشتغل هاي اللمبة؟ السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم عنا فيديو جديد. مثل ما شايفين عندي هون اللاتش ريلي او الريلي النبضية، عندي هون ريلي عادية طبعا تشتغل 220، عندي هذا الريلي كمان تشتغل 220. هاي قاعدة للريلي، لانه هاي هذا النوع لازم بتجي قاعدة وبتركب بهذا الشكل مشان توصيل المسامير. بهذا الفيديو بدنا نشوف شو الفرق بين الريلي العادي والريلي النبضي من حيث التشغيل. بدنا نشغل الريليتين مع بعض من خلال مفتاح سيلكتر، ونشوف شو بيصير لما بنشغل الريليتين مع بعض. رح نوصل كمان لمبات مشان تبين معانا التماسات كيف بتفصل وبتوصل بوقت التشغيل. مشان هيك بيلزمني 220 فولت. اول شيء بوصل الطرف الثاني اللي هو الA2. طبعا مثل ما شايفين هاي الريلي وهي الريلي التنتين لون A1 وA2 مشان التوصيل او مشان تشغيل الكويل، وعندي A1 وA2 اللي هنن طرفين الكويل. وهون عندي تماسات، هاد نورمال اوبن وهاد نورمال كلوز، 1 و2 نورمال كلوز، 1 و3 و4 نورمال اوبن. وهون في 4 تماسات، هون الطرف الاول وهون 1 مسكر 1 مفتوح لكل تماس. هلا بنجي على التوصيل. عندي هون الA2 بهي الجهة، والA2 هون عندي كمان بهي الجهة. هلا عندي هون الA1، وعندي هون كمان باخدها على A1، وباخدهم الاثنين على الكهرباء. يعني حاليا صار عندي الكهرباء جاي على A1 وA2، وهون كمان على A1 وA2. هلا بشغل الكهرباء. طبعا الصوت هذا النوع بيجي هيك الصوت فيه. هلا هيك بهي الطريقة ما راح لاحظ الفرق، مشان هيك راح وصل اللمبات لمبة لكل ريلي ونشغلهم بالمفتاح، نشوف كيف طريقة التوصيل ومنشوف بعدين كيف راح يشتغلوا كل ريلي. بالبداية بجيب مفتاح سيلكتر، بما انه هون عندي الA1 والA1 باخدهم لنفس المفتاح مشان يشتغلوا مع بعض وطفيهم مع بعض. طبعا الطرف الثاني للمفتاح باخده على الكهرباء مباشر. هلا بنشوف هيك تجربة سريعة، صاروا بيشتغلوا وبيطفوا عن طريق المفتاح. طيب هلا عندي لمبتين، راح اخذ لهم طرف اول للمبتين مباشر، والطرف الثاني من كل لمبة باخدهم من الريليتين. باخد سلكين،
اسود باخذهم مع هدول من القاطع مباشر. هيك تمام. هلا هدول باخذهم على اللمبتين هاي كمان، هاي اللمبة باخذ لها طرف. هلا هاي اللمبة رح نشغلها من هاي الريلي، وهاي اللمبة رح نشغلها من هاي الريلي عن طريق هذا المفتاح. طيب هلا بيلزمني كمان للريلي، للطرف الأول لتماس الريلي فاز. ولهي الريلي كمان بيلزمني فاز. هذا الشكل، وهذا باخذه على القاطع مباشرة. ضل عندي الطرف الثاني من كل ريلي. طبعا هاي الريلي فيها اربع تماسات، فما بيصير انه حط هلا هون ناخد على التماس الثاني، ما فيني اخد على التماس الاول او الثالث او الرابع، لازم على نفس التماس اما اوبن او كلوز. طبعا انا راح اخد الاوبن مشان لما بتشتغل الريلي بتشتغل اللمبة، ومشان نقارن بينها وبين الريلي الثاني لما بتشتغل. وهون باخذ على اللمبة وعندي هون الطرف الثاني لهي الريلي مثل ما حكينا باخده على اللمبة الخضراء. هلا هيك عندي التوصيل جاهز، نضل علينا بس نشغل ونشوف كيف. هلا عندي شغلت القاطع ما اشتغل شيء، بشغل المفتاح اشتغلت عندي هاي اللمبة، هاي ما اشتغلت لانه هون على الصفر. هلا طفي ما تغير حالته هون، لسه هاي ريلي ما تغيرت حالتها، اما هاي تغيرت لما اجت الكهرباء وراحت عن الكويل تغيرت حالة اللمبة. طيب هلا بنشغل مرة تانية. ليش ما عم تشتغل هاي اللمبة؟ هلا مثل ما شفنا جربت اول مره ما اشتغلت، طلعت اللمبه خربانه فغيرتها، هاي طلعت خربانه، جبت وحده لمبه بيضة وركبتها هون. وهلا راح نشغل من جديد. مثل ما شفنا هلا اشتغلوا الريليتين حاليا نفس الشيء، ما في اي اختلاف. طيب هلا لما بطفي بفصل الكويل، طبعا اخذ الكويل عن طريق المفتاح مثل ما حكينا بالبدايه. طفيت المفتاح، طفت عندي هي الريلي، وهي الريلي طفت لكن التماس ضل ماسك حاله، ما تغيرت الحالة تبعه، ضل على النورمال اوبين ضل ماسك. طيب هلا شغلت مرة تانية مثل ما شفنا تغيرت حالة التماس هون، وهي الريلي اشتغلت. هي الريلي بتشتغل وبتطفي بس لما تجي الاشارة، اما هون اجت الاشارة اشتغلت، راحت الاشارة ما طفت ضلت شغالة حتى تجي مرة تانية تفصل. يعني كل مرة تجي بتروح بتغير. طيب خلونا نغير
هذا المفتاح ونحط بوش بطن. هلا هيك مثل ما شايفين عندي كبسة بوش بطن نورمال اوبن، هيك ما اشتغل شيء. طول ما انا حاط ايدي هاي الريلي بتضل شغالة، وهي اشتغلت كمان. هلا شلت ايدي، هاي الريلي ضلت شغالة لكن هاي طفت. هلا برجع مرة تانية، لسه انا ضاغط على البوش بطن، هاي الريلي طفت وهي الريلي شغالة. هل هاي بتضل محافظة على حالتها، اما هاي بتتغير على حسب الكويل شغال او لا. اما هون التماسات بتضل محافظة على حالها على حسب الكويل، كل مرة بيجي كهرباء بيتغير التماس حتى يجي مرة تانية حتى يتغير التماس. وهي هيك بالنسبة لهي الريلي، الريلي اللاتش او الريلي النبضي وهي الريلي العادية. شفنا شو الفرق بيناتهم عن طريق التشغيل لكل ريلي. طبعا هون فيني شغل وطفي كمان، وهون كمان فيني شغل وطفي، لكن الاختلاف مثل ما شفنا بطريقة التشغيل لما بتجي الكهرباء على الكويل. لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الشرح واضح ومفيد. كان معكم علي وطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.